هذا لقاء يعني حول العلاقة بين الاستثمار والتشغيل والجانب ديالو الوطني ولكن كذلك الجانب ديالو الدولي. والجامعة لها دور أساسي في خلق المعرفة من أجل الاستثمار الهادف، الاستثمار المنشئ للشغل. ونستضيف هذا اللقاء الدولي العديد من الدول الإفريقية، وكما قال وأكد على ذلك صاحب جلالة آفاق التحديات اللي في إفريقيا يمكن تصبح قوة إذا كانت مبنية على التعاون والتضامن والأخوة من أجل استثمار هادف ومنشئ لفرص الشغل بالنسبة للقارة الإفريقية. ننظم اليوم بتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية تظاهرة علمية تهتم بالعلاقة ما بين الاستثمار وإشكالية الشغل، وستكون مناسبة لتبادل الأفكار ولتعميقها حول السبل الكفيلة بأن يكون الاستثمار بأن يساهم الاستثمار في خلق مناصب الشغل في إطار ما يعرف بالاستثمار المنتج، تأسيسا على تجارب وطنية ودولية في هذا المجال. وبطبيعة الحال فمنظم هذه التظاهرة العلمية ركزوا على مشاركة خبراء ممارسين في هذا المجال لكي يحصل نوع من التلاقح على مستوى الأفكار بين الباحثين والمهنيين والمهتمين والخبراء الذين يهتمون بإشكالية الإنتاج في علاقتها مع الشغل ومع اندماج الاجتماعي. نحن شركاء في هاد اليومين دراسيين مهمين حول موضوع الاستثمار ومسألة التشغيل، مهم جدا لثلاث اعتبارات أساسية نعتبرها. أولا يأتي تطبيق التوجيهات الملكية السامية فيما يخص تعاون جنوب جنوب بمشاركة مجموعة من الدول الإفريقية. ثانيا يأتي بعد اعتماد ميثاق الاستثمار وخروج حيز التنفيذ. وثالثا هي مسألة الالتقائية التي يجب أن تكون، ولاحظوا التقائية ما بين القطاعات الحكومية وما بين الجامعة المغربية، لأن المنظم هو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، لأننا نعتبر أنه الجامعة اليوم يجب أن تلعب أو أن تضاعف من الجهود لأن تلعب هذا الدور فيما يخص الالتقائية المرتبطة بالتشغيل. فنحن كوزارة نحن شريك في هذا العمل، ليس شريك من أجل التنظيم فقط ولكن أجل تتبع التوصيات وأجراءاتها، وهذا ما يهمنا، لأننا نؤمن طبعا ونشتغل مع الجامعة عن طريق لانابيكا وعن طريق المؤسسات التابعة لنا في مختلف المجالات. نعم نحن هنا الطلبة الحاصلين على مجموعة من الشهادات والدبلومات، لكن نشتغل كذلك خارج الجامعة في برامج تستهدف لينيت، يعني الذي ليس لهم أي تعليم أو أي شهادة أو أي دبلوم، وهو ما يهمنا لأن مفهوم التنمية هو مفهوم شامل يجب أن يكون مستدام ويرتبط بجميع فئات المجتمع، وهذا هو التوجه الحكومة المعتمد على الدولة الاجتماعية. فلذلك نحن نشارك وندعم هذا النشاط وسنظل ندعم ونواصل الدعم لكل هذه الأنشطة باعتبارها هي مؤسسة وتساهم في بلورة البرنامج الحكومي. دونك اون بارتناريا افيك واحد العدد من الدول الإفريقية وكلية الحقوق، بما ان انا مسؤول عن مختبر البحث، دونك اخترنا مواضيع الاستثمار، موضوع الاستثمار والشغل، لانهم الشغل والاستثمار هما التحدي الاكبر. انا المهم لخلق ثروه ولخلق الشغل اي اوسي بور لو ديفلوبمون، سيدي لا يمكن ان نفعل شيء بدون استثمار. ولكن مع الازمات الحاليه دونك الاستثمار ولا فيه بزاف ديال المشاكل، ولهذا اضطرينا باش نختاروا هذا الموضوع
لمناقشات لي فاكتور ديتيرمينو دو لانفيستيسمون دونك سواء او ماروك دونك سواء في المغرب ولا في الدول الافريقيه الصديقه باش نشوفوا لي بلوكاج اي وتنحاولوا باش نطوروا العلاقات دونك جنوب جنوب لان في الحقيقه دونك هي الحل في المستقبل ان شاء الله لجميع الدول الافريقيه داكشي باش شاركنا معنا العديد من الدول الافريقيه. وحصل لي الشرف بان كنت يعني بان استدعيت للمشاركه في النسخه الاولى من الايام الدوليه حول الاستثمار والتشغيل في المملكه المغربيه الشقيقه، ورفقت العديد من 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 ممثلين من بلدان افريقيه مختلفه. ستكون ان شاء الله فرصه لتدارس سبل تقويه او تكثيف الاستثمار لكي يكون رافد اساسي لخلق فرص العمل خصوصا للشباب لتطوير اقتصادات البلدان. فاظن ان هذه فرصه جيده وامل ان تستمر كل سنه هذه الايام كي تكون هنالك يعني نهضه جديده في الاقتصادات الافريقيه خصوصا في ظل المستجدات الدوليه فيما يخص التي راينا انعكاساتها على التبادلات التجاريه خصوصا ازمه كوفيد وازمه اوكرانيا الى غير ذلك. كل هذه المعطيات والتقلبات الدوليه تستدعي من البلدان الافريقيه ان تعتمد نهج جديد لتطوير الاستثمار فيما بينها، والتجربه المغربيه تجربه رائده في هذا المجال، وبالتالي لدينا الكثير للاستفاده منها ولدينا كذلك افاق للتعرف على السبل الافضل وانعاش التعاون الافريقي.